أنا جمعتكم النهاردة بأمر جلل، والكلام اللي هقوله هنا في أوضة السفرة سيظل في أوضة السفرة، وقسما بالله لو حد بظم بكلمة أنا أقبص لسانه وشق سنجاري بسيف القصب. سر كبير يا كبير، خير؟ أنا خلاص قررت أقتل حفني الديب. وإيه الجديد فيك ده؟ ده جنبك أديلك مدة وسنين عتقول الحديد ده، ده جنبك عملتها حالة على الواتس. أوه، كان عملته ببلك. طيب خد انت جديد. ايه انا نويت اقتله يوم فرحه على عمتي وهو عكوشه. واه يا كبير، ما جنابك قلت لاشرف عشيت امبارح على الحديد ده، واشرف النهارده قال لي واحنا بنفطره. ايوه قلت ده بيقول لي عادي. جريه يا اشرف، ده انت الوحيد اللي براهن عليك. اشرف طلع سنيتش. زين الجديد اللي ما حدش يعرفه، انا ناوي اعمل فيه ايه بعد ما اقتله؟ ايه انا ناوي اخد جثته واروح اتويها جار الطرعه ناحيه الجبانه القبليه. ايه السخافه دي؟ انت بتحرق لي اي حاجه ولا ايه؟ الدكتور ربيع قال لي ان جنابك قلت له كنت عندي بعمل استشاره وحكالي. يعني قلت الدكتور ربيع واشرف، ما قلتليش؟ محدش حبك انا فادي غير امك. والله ولا حتى امك بتشتغلك. وانت زعلان على ايه؟ ده انا قلت الاشرف والدكتور ربيع البلد كلها عرفت، وما انا كنت قلت لك كان اهل الكويت عرفوا. طب خذ جديده، وانا واثق ان ولا حد فيكم خبرها. انتوا خبرين انا ناوي اقتله كيف؟ خبر؟ خبر؟ لا ما حدش قالها لنا. دي جت في الصباطه. قول 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 عاد ما تشوقناش. قول ما خبرش. ها؟ عشان كده هلا جمعكم النهارده لازم نلقوا فكره. انا عندي خطه ما تخرجش الميه يا كبير. خير؟ اعمل ان انا بهنيه بالفرح واخده في حضني واجره الصواريخ جامد جامد كسر دموعه واكتم نفسه خالص. ما تنفعش، رجالة حفني مش هيسيبوك، هيغربلوك. بعدين الكبيرة نعملوا فيها ايه؟ ايه يا صح، عندك حق يا كبير. انا من رأيي نزرع قنبلة تحت الكوشة. ما بس ما تنفعش، حنفجروا عمتي. ايه ما يصحش عاد. فكر فكر في حاجة تاني. مراكبك واقفة عطلانة وبتسير مراكبهم. شبعت ذل وإهانة ولسه مصر؟ تفجحهم تكسبهم. عندي قصة جميلة فيها موعظة. لا لا لا، قول الموعظة وفكك من القصة، ما عايزينش نسمعها. لا، ما الكنز في الرحلة. طيب اطلع انت الرحلة عبال ما فكرني. زمان؟ لا لا لا، وجه كلامك ليه مهمة، وجه كلامك ليه مهمة، يمسكني يقول لي زمان. زمان كان فيه راجل عليه طار، راح الدسة وسط أهله وناسه. أهله عملوا الدار كيف القلعة، متأمنة من كل النواحي. الرجال شايلين سلاح، الحريم شايل سلاح، الكبير شايل سلاح، والصغير شايل سلاح، والمتوسط شايل سلاح، واللي عنده جدري مائي شايل سلاح، والعجائز حول نار المدفأة شايلين سلاح. ايه هتقول كنا انماط البشر؟ بطلنا عايز ياخد بطار ومش عارف يوصل له، دمه بيغلي. حاسس بيه. بطلنا استنى لحد يوم المولد وعمل حصان كبير والدسة جواه هو ورجالته. واه كيف حصان طروادة؟ مثلا بطلنا بعت الحصان هدية لعمدة البلد، وفعلا دخل البلد. خبرين أول ما الناس نامت حصل إيه؟ خرجوا من الحصان وقتلوهم. لا، العيال قالوا الحصان. واه وهياكل كونتر وقبل كاش كيف؟ لا دوكها كان حصان حلاوة. أنا قلت مول. ايه صح قلت المولد صح. جاد 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 جاد. ركز يا كبير. ده نظام استخرج الإجابة من القطع. ها ايه القصة دي؟ ايه القصة دي؟ ايه الفكستان ده؟ بس على فكرة القصة دي جابت لي
عادي، احنا نجيبوا الحصان اللي بيأجروه في اعياد الميلاد وبجمعه النور، القماش ده اللي بتبقى ريحته معطل، وتلبسوه انت واشرف. يعني انا اقول القصه واشرف وفزاع اللي يلبسوا الحصان؟ واحنا بنعمل كاستنجات؟ دي جريمه قتل. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.